رجعنا نتواصل معكم من خلال فقراتنا في شاي الضحى. في هذه الفقرة معنا فارسة كويتية وصلت إلى مجال الاحتراف في الفروسية وقدمت إنجازات كثيرة تضاف إلى رصيد الكويت من البطولات النسائية، واستطاعت أن تتجاوز السباقات الطويلة اللي تعتمد على تحمل المسافات الطويلة وليس الاعتماد على السرعة والزمن فقط. راح نتعرف على ضيفتنا أكثر من بعد ما نتابع هذا التقرير. إذا رجعنا مشاهدينا من بعد هذا التقرير، نرحب بفارستنا الفارسة فارعة خليفة الوقيان ابنة الشاعر الدكتور خليفة الوقيان. صباح الخير وصباح النور. صباح العسل. حبيبتي. بالبداية أحب أشكركم على استضافتكم وتقديركم يعني تشجيعكم لنا صراحة. تستاهلين تستاهلين. احنا على فكرة وايد متحمسين حق اللقاء ومستانسين انك متواجدة معنا في شاي الضحى. والله أكثر. وأنا أكثر. فارعة ما شاء الله أنت من عائلة مميزة، أبوك شاعر أديب، وأيضا أختك أروى وجه لها تحية، كاتبة مميزة وناشطة في المجال الإنساني. نعم. إذا نبي نتكلم عن دور الأهل في تشجيعك بأن تكونين فارسة محترفة في هذا المجال. والله في البداية الأهل يعني دائما يحاولون يعني منذ الصغر أن كل واحد فينا يأخذ له هواية ويحاول أنه يعني يكتشف هو شنو ميوله. نعم. فكان في البداية الأهل وايد خايفين علينا أنا أركب الخيل. الوالد يقول لي لا تطيحين تكسرين ومش عارف إيش. فظليت يعني هالحلم وهالهواية في بالي إلين وصلت العمر اللي أنا استغليت فيه بذاتي وشي. فقلت له يبانا يعني بحترف الفروسية. فكانوا دائما في قلق مستمر علي، ولكن بالنهاية بعد ما حسوا أن هذا الشيء اللي أنا بأسويه. نعم. وهذا اللي ألقى نفسي فيه، فبالأمانة تشجيعهم دائما ومستمر يعني. هذا الجميل لما الإنسان ينوجد في عائلة تشجعه وتنمي. نعم. من قدرته ومواهبه ورفعوا حاجز يعني قدام. ما شاء الله عليكم عائلة يعني خلينا نقول جدا متميزة ومترابطة، وهذا الشيء جدا جميل احنا نفتخر فيه بالكويت عندنا. الشيء اللي انا قاعدة افكر فيه توني قبل الهوا بقول لك يعني انا واحدة من الناس اخاف من الخيل. نعم. جدا. فاكيد لهم طريقة يعتنون فيهم حتى اذا بتقربين يم الخيل، فانا ابيك تعطينا كذي بعض النصائح يعني حق اللي ابدا ما لهم خبرة يعني. انت صار لك موقف مع الخيل عشان تشوفي. شو هو الخيل؟ كائن ما يطاوعني قلبي يقول حيوان. كائن يعني مزاجي بشكل كبير يعني. حتى لو يعني انت مع مثلا يعني اكون انا عندي خيل مثلا شخصي وصاحبته ومن سنين عادي، ممكن الاسباب يعني خارج يعني مو تصرف سيء او خاطئ منك، مثلا شيء طار صار بالهواء او مثلا كيس مر قدامه او غيره وغيره، ممكن فجاه يثور، او خيل مثلا مر يمه فجاه يثور، فهو كائن غير متوقع شنو ممكن يطلع. نعم. منه ردات الفعل، ردات الفعل غير متوقعة. هو على حسب مزاجه يعني وعلى حسب البيئة اللي هو محيط فيها. ولكن في أشياء أيضا تساهم في أنك أنت تروضين الخيل. نعم. المعاملة اللي يكون فيها صرامة، لأن الخيل على فكرة جدا ذكي، أول ما تركبينه يحاول أنه هو يفرض شخصيته عليك بحيث أنه يسوي كم حركة يخوفك. أي. فإذا أنت خفتي شو تسوين؟ على طول تنزلين منه. صح. او ان تتوترين تسمعين كلامه مثلا، فهو يحس هنا انه هو سيطر على الفارس. انا هذا بقول شيء، هل يحس بالخوف يعني؟ هل يحس بالخوف وانك انت مرتبكه؟ طبعا طبعا، لانه هو جدا يعني مخلوق ذكي. يحس من طريقه مسكه الايد، من طريقه القعده، الاعصابك عند الريل، يحس انك اذا انت كنت قاعد ترجفين ولا متوتره ولا خايفه. حتى ضربات القلب اذا كنت انت متوتره يحس فيها. طبعا. فبالتالي هو هم بعد يختبرك، يسوي لك كم حركه. أي. يحاول انه يشوفك خفتي خلاص يبدا هو يسيطر عليك. حلو. اذا انت يعني حسرتي يعني حزم شويه معاه وفرضتي شخصيتك عليه يبدا خلاص بس تروضينه. طبعا ايضا ما يصير بس لازم يكون في صرامه بالتعامل مع الخيل، ايضا لازم يكون في يعني الحنيه، التواصل، مثلا يعني تحسين انت تعطينا يسمونها مثلا تريت جزر هالاشياء هذه. نعم. فتحس ان هو ياخذ من اطباعك بصراحه وانت تاخذين من اطباعه. نعم. هو اكثر كائن انت تاخذ من اطباع بعض يعني، لان طول الوقت يعني تكون مع بعض اكثر. نعم. من البشر يعني انا بصراحه قاعد مع الخيل اكثر من اي احد ثاني بصراحه. نعم. وتسمين الخيل اللي عندك اسماء؟ طبعا. ولهم. نعم. جواز بعد. اوكي. في جواز محلي، في جواز دولي. نعم. حلو. عندهم جواز. شو اسم خيلك؟ الحوت. 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 نعم. حلو. إذا نبي يعني نتعرف أكثر على تفاصيل خاصة في الخيل، خاصة أن درجات الحرارة إحنا عندنا. نعم. في الكويت مرتفعة. نعم. فهل طريقة الاعتناء في فصل الصيف بالخيل تكون مختلفة؟
هو الاعتناء بالصيف بالخيل بوقت الصيف جدا يعني هذا أسوأ مواسم الخيل، الخيل جدا حساس، فممكن يعني تكثر أمراضه مثل المغص، الجفاف وغيره وغيره، تكثر وقت الصيف لأنه يعني ما تقدر تلحق، الجو حار جدا حتى لو كان في غرفة مكيفة وهذا، لكن مو كافي، فلازم يكون في غرفة مكيفة، لازم يكون له نظام مثلا بالمشي. طبعا وقت الصيف نريح الخيل، ما في تمارين، لا انا اقدر ولا الخيل يقدر، وتشتاقين طبعا طبعا اصلا يصير في اكتئاب وقت الصيف، خلاص احس ان انا يعني موسمي من شهر 10 لشهر 5 يعتمد على الاوتدور، لانه ما الاوتدور خاصه بالكويت يعني مو اوروبا، اوروبا بس هم بعد اوروبا على فكره يوقف المواسم عندهم لانه يبدي يدش عندهم الثلج والبرد، اي فاحنا يعني الموسم عندنا يبدي من شهر نقول 9 لشهر 4 اخر 4 و5، فبعدها لازم يكون راحه للخيل ونحطه في غرفه مثلا مكيفه ونبدي نمشي شويه فنخف عليه بالموسم. دامنا قاعد نتكلم عن المواسم والفصول واي فصل تفضلينك، انت تسافرين بعد خارج الكويت، تفضلين المساحات الكبيره اكيد اذا نعم. مثلا عندك اي بطوله بتشاركين فيها، كلميني عن هالنقطه هذه، وين الدول اللي تفضلين تحبين تروحينها؟ في البدايه خاف أقول شيء بالهواء مباشرة تزعلوا منه، فإحنا صراحة نروح على يعني حسابنا الشخصي وإحنا قاعد نروح يعني مجهود شخصي منا فقط، فاللي إحنا نقدر عليه إنزين قاعد نروح نشارك في دول الخليج، وأحيانا يتم دعوات يعني دعوتينا من دول الخليج يعني أو من اسطبل أو من نادي معين، وصراحة أنا تم دعوتي من فريق الملك البحريني، أوجه لهم كل التحية برعاية الشيخ ناصر بن حمد والدكتور خالد كل التحية، وأيضا تم دعوتي في قطر وتم دعوتي في الإمارات، باقي البطولات اللي رحت شاركت فيها في الإمارات وغيره وغيره كانت على حسابي الشخصي. فإحنا نروح نشارك هناك في مثل مضمار يكون هو عبارة يتشرط الرياضة هذه في التدريب وأيضا في السباقات، وحتى في الكويت تكون مثل في منطقة برية صحراوية نفس الوفرة أي. نفس الموروث الشعبي بالسالمي في تشبد، هناك تصير رياضاتنا وممارسة السباق هذه لأن 100 كيلو 120 نعم. تقطعهم مسافات وايد طويلة. طويلة نعم بس بين كل المسافة يكون في مرحلة فحص، يعني مثلا لو كانت عندنا سباق 100 كيلو مثلا كل 30 كيلو أو كل 20 على 5 مراحل أو 3 مراحل يكون في يندش دخل الخيل في الفحص الطبي، إذا كانت نبضات القلب سليمة وإذا كان حالته البدنية سليمة ما في جفاف أو غيره ما في إصابات يتأهل يعني يطلع للمرحلة الثانية وهكذا لين يخلص المرحلة كاملة. نعم اللي تابع النوع من السباقات راح يلاحظ أنه في أشخاص يجون يعطونكم ماء يعني، وهذا شيء يمكن من تحت الهواء قبل اللقاء وقاعدة أتناقش معك على هذا الموضوع نعم. وايد يلفت انتباهي يعني أحس أن التكنيك وايد صعب، أن الخيل قاعد يعني يمشي في سرعة أو يركض في سرعة ومنطلق ويجي شخص يسلمكم الماء، هو يصير عنده لياقة بعد مو بس الفارس مو بس الخيل، هو في الأمانة أنا يعني وكذا مرة قلت هالكلام القدرة والتحمل لا حلاوة غير عن يعني ما أقلل من شأن باقي رياضات الخيل، ولكن القدرة والتحمل هي عبارة مو عن فارس، هي عبارة عن جروب كامل، الفارس طبعا الخيل والفريق يعني اللي حوالينا اللي يمدونا بالماء اللي يساعد لما يوصل الخيل يبردون عليه يدخلون الفحص هو فريق كامل متكامل، حتى المصورين بالأمانة أنا ما قلت لك نحن نسافر على حسابنا الشخصي نحضر بطولات، حتى المصورين يسافرون على حسابهم الشخصي لتغطيتنا بطولاتنا وتشجيعنا، يعطيهم العافية ويعطيكم العافية بعد، فهي رياضة جماعية بصراحة مو الفارس هو البطل نعم. الوحيد نعم الجروب كامل متكامل، والشيء الحلو اليوم انك يعني ذكرتي هالموضوع هذا وان الواحد يحتاج له انه يكون عنده بعض المميزات، خلينا نتكلم عن الشخص اللي وده يمارس هالهوايه هوايه الخيل، وطبعا انت ما شاء الله عليك يعني سبقتينا في هالمجال هذا ووايد من الناس اكيد ياخذون منك الخبره في هالمجال هذا، هل في امور معينه لازم تتوفر بالشخص نفسه كلياقه بدنيه مثلا والوزن؟ طبعا بالنسبه لرياضه القدره والتحمل يفضل ان الفارس يعني يكون وزنه خفيف لانه راح يكون على ظهر الخيل لمسافات طويله، ففي وزن معين مفترض يكون موجود بالفارس، وايضا تدريبات اليوميه يعني ممكن انا اتدرب يعني مده خمس ساعات مثلا او يوميا يعني اربع ساعات اربع ساعات اربع ساعات، فيعني هي عباره عن برنامج كامل متكامل للتدريب نعم. وياخذ من وقتك مده طويله نعم. نعم فارعه خلينا نتكلم عن اخر بطوله شاركتي فيها واخر انجاز في البحرين نعم. بطوله
هي ما كانت آخر بطولة، أنا مشاركة أكثر من بطولة هالموسم هذا تقريبا ستة أو سبعة، ولكن بطولة البحرين هي الدولية، الاتحاد الدولي شاركت فيها نفس ما ذكرت بفريق الملك البحريني، والحمد لله حصلت على النجمة الدولية في ظل إيقاف الرياضة الكويتية، كانت يعني سجلنا عن طريق خاطبنا الاتحاد مباشرة، والحمد لله شاركت وربي وفقني، كنت يعني الفارس الكويتية اللي شاركت، ومعي أخ أيضا فارس طاهر رشدان، والحمد لله حصلنا على النجمة الحمد لله الدولية. الحمد نفتخر فيك الفارسة فارعة لقيا، نورتينا في شاي ضحى، شكرا لك، موفقة. شكرا، يعطيك شكرا، يعطيك ألف عافية. وأيضا راح ننتقل إلى فقرة من الفقرات الجميلة والجديدة خصصناها في فترة العطلة الصيفية للأطفال الصغار، طبعا إحنا ما نستغني عن الحزاوي مثل ما نقول، حزاوي الضحى أتيكم بشاي الضحى دائما في هذا التوقيت، خلونا نستمتع مع الروائية هبة مندني في حزاوي الضحى.